عاصمة عسليمة يا مرحب. قد من أروي؟ أنا باسل دكاك، ممثل سوري. جيتنا من سوريا؟ جيت من سوريا. من شيء؟ جيت هنا زيارة سياحة، يعني علش سبب زيارة؟ جيت إقامة فنية مع المورد الثقافي والشارع فن. أنا خريج فنون مسرحية، وجينا مشان وركشوبس وهيك قصص يعني بتونس. لي 5 شهور ونص تقريبا. أول مرة معناها زيارة؟ ايه، هيدي أول مرة بجي على تونس. كيفاش لقيتها تونس، الأجواء لهنا؟ والله لقيتها أول ما أجيت كانت سخونة كتير، وفيها مساحات كتير كبيرة، حسيتها كتير كبيرة، والجو فيها حلو مع أنه بالصيف كتير شوب. وأحلى شي فيها هو الشعب التونسي، كتير مرحب، كان عم بيرحب فيني طول الوقت، يعني أي حدا جديد بالبلد بيرحبوا فيه. أكثر حاجة عجبتك في تونس يعني لهنا؟ أكثر حاجة والله ليكي الطبيعة فيها حلوة، رحت على أماكن كتير طبيعية، مثل ما بيقولوا تونس الخضرة، هي عن جد فعلا كلها خضرة كانت. وأحلى شي فيها هو الشعب التونسي، فعلا أنا أكثر شي مبسوط فيه إنه الألفة هي، الواحد بين أهله بيحس حاله بين أهله وناسه، يعني ما بيحس حاله غريب. المناطق اللي زرتها باسل هوني، يعني أكثر بقعة معناها قعدت في بالك زرتها أنا؟ بنزرت الشاطئ، فيها كتير كان حلو، يعني مثل ما بيقولوا شبه جزيرة أو مش شبه جزيرة، ما عرفت عليهم لأصدقائي شو عم بيقولوا، بس كانت كتير حلوة، وكانت المي فيها كتير نظيفة يعني، وطبيعة كان فيها حلوة كونه جبل وبحر وقصص هيك يعني. بخصوص في تونس معناها في العاصمة، زرت المدن العتيقة، في عملت معناها زيارة لهم؟ ايه، عملنا زيارة للمدينة العربي ورا باب بحر، ومشيت فيها الشوارع تقريبا ذكرتني بالشام القديمة، لأنه يعني ما في اختلاف كتير كبير، بس خلينا نقول بالديكور تبع البواب. أما مدينة العربي لأننا نحن هونيك بيوت عربية، هون في بيوت عربية، بس بتختلف بالزخرفة بهي القصص، بس تقريبا حسيت حالي بالشام القديمة يعني. بخصوص معناها الأكلات يعني شعبية تونسية مثلا، عندك فكرة عليها؟ ايه، هلا أنا بالعادة ناكل كسكسي من زمان، كونه أهلي كانوا موجودين هون بفترة زمنية معينة، بس اجيت لهون جربت أكلات جديدة مثل الصحن التونسي، العجة، المصلي، البلابي، بس أكثر شيء علق براسي هو الصحن التونسي، كانت أكلة جدا غريبة بنفس الوقت طيبة يعني. أول شيء ما كنت خايف جربها، بس بعدين صرت أنا أعزم رفقاتي التونسيين تعالوا ناكل صحن تونسي، هي كانت. هنا قلت لي الوالد والوالدة جاءوا لتونس قبل، يعني كيفاش كانت زيارتهم، وقتاش؟ عيشوا بالتسعينات، الوالد كان يدرس بالجزائر، فكانوا يجوا بالصيف لهون على تونس، كانوا يقعدوا بسوسة والمهدية ويرجع يروحوا، ضلوا على هذا المنوال تقريبا 7 سنين. حكيوا لك عليها قبل الوالد والوالدة تونس، حكيوا لك على تجربتهم معناها كيفاش عاشوا هوني، عندك فكرة عليها قبل ما تجي؟ كانوا يقولوا لي كتير حلوة، وكانوا يقولوا لي انه الشاطئ بالمهدية كتير حلو، قعدوا بالمهدية وسوسة كتير بيحبوها، والمنستير كمان يعني. وقت قلت لها للوالدة انه انا رايح على المنستير، قلت لي انه خدني لعندك، فهي كتير بتحب المنطقة هونيك، خاصة ديك المناطق يعني. وكمان قالوا لي انه الشعب التونسي كتير كتير يعني كتير راح تنبسط معهم، وخاصة بفترة رمضان، انا اجيت لهون بفترة رمضان، كانت تقول لي انه رمضان كتير حلو، فعلا وجدت هذا الشيء حقيقة انه كان مختلف. سوري. يعني كنت قضت رمضان وشفت أجواء معناها رمضانية في تونس، حسيتها معناها فما تقارب بين الشعب السوري وتونس معناها في رمضان؟ في أكيد نفس الطقوس بالنهاية، هي أو مو الطقوس، خلينا نقول نفس العادات، نفس الروتين، بس هون المختلف أنه حسيت أنه البلد بتضلها فايقة 24 ساعة ومزينة كلياتها، والعالم فرحانة ومبسوطة، وبصير في ألفة أكتر، وبصير في تجمعات أكتر، ومثل ما نقول حفلات أكتر. أما عنا بسوريا هو موجود هذا الشيء، بس مو مثل هذا الشكل اللي شفته هون يعني. هون في ألفة أكتر، في
يعني سعادة أكثر بهذا بهي الفترة الزمنية إنه هلا رمضان إجا. كان بالك نجم تكون فما ظروف معناها تحكم لهنا. هو حقيقة في ظروف أكيد منعتنا نحن كشعب سوري إنه نقدر نحتفل على مثل ما بنقول بال يعني كيف بدي أقول لك إياها بالدقة أو بالشكل المطلوب يعني كأي إنسان بيحتفل بهي الفترة الزمنية. الظروف كانت عقبة حقيقية قدامنا يعني ممكن هذا يكون السبب. ممكن تحكي لنا على في فترة طفولتك وإلا يعني أنت مع العائلة في رمضان كيفاش كنتوا في سوريا عاداتكم؟ يعني عاداتنا الفطور المساء الساعة 8 بيلتموا أعمامي وأهلي ونعمل هي اللمة تقريبا خلينا نقول مو يوميا ممكن مرتين بالأسبوع في رمضان. يعني هذا برمضان بالعيد كل العائلة بتلتم من الصبح لآخر الليل تقريبا أول يوم وبتطلع العالم بتعايد بعضها وروحوا لعند هدول ولعند هدول وبصير ألفة ولمة كتير كبيرة وبنحتفل. وخاصة نحن كنا نستنى هذا يعني وقت كنت نام أنا بالليل ما قدر نام لأني مستني الصبح ليجي لنروح لعند بيت عمي وبيت خالي ونلتم كلياتنا. لما هذه عندك عليها مدة معناها لما هذه معناها تفتقد عندك مدة عليها؟ قديش إلي ما عملنا هاي اللمة؟ أكثر من 15 سنة يعني من وقت بداية الحرب خلينا نقول ما عاد موجودة، قلت بكتير يعني بسبب الظروف ونسينا أنه نحن صغار يعني كبرنا أصغر مثل ما منقول فإلى زمان ما. فأنا من وقت هديك المدة لهون إجيت لقيت الألفة هاي هون فمشان هيك أنا تذكرت هديك الفترة الزمنية. فقالوا لي أصدقائي أنه هذا الشيء بس برمضان يعني ما رح تشوفه كتير بعدين أنه هي اللمة وهيك. قلت لهم ما في مشكلة منيح يعني. بخصوص نشاطك وعملك الفني في تونس يعني لو كنت تحكينا على نشاطك المستقبلي وحاليا يعني كيف وين وصلت؟ على نشاطي المستقبلي عم حاول انخرط بالوسط الفني هون من ناحية المسرح والسينما. عملنا كم وركشوب رقص وغالبا كمان يصير في وركشوبس رقص بشكل مستمر لاتينو يعني. وعم نسعى انه نشتغل بالسينما التونسية كونه هي سينما كتير مهمة عربيا وان شاء الله عالميا كمان ونكتسب خبرات. اهم شيء نتعلم شيء جديد من الفنانين التونسيين والثقافة التونسية. أهدافك في المجال الفني؟ أهدافي بالمجال الفني شنو تحلم بش أنك شنو في المستقبل؟ أني أتميز بشغلي يكون متميز يعني ممثل متميز بشغلي ومؤثر بالمجتمع نحو الإيجابية يعني وكون أنا أهم شيء يكون أنا أكون فنان يعني حقيقي لأني فنان. بالنسبة للعائلة يعني لو كنت حاب توجه لهم تحية؟ طبعا أكيد أنا كتير مشتاق لهم وحابب شوفهم عن قريب واليوم قبل بكرة وبس هيك حابب لهم. أعطيك الصحة. شكرا كتير.